الله وبركاته، معكم اخوكم محمد نشأت من قناة نمبر 1. النهارده هشرح برنامج تيوب ماين. دي واجهة البرنامج. اول ما فتحت البرنامج هنا بيقول لي ان انت لازم تسجل الدخول عن طريق التسجيل بجوجل. دخلت على تسجيل الدخول، هيجيب لي الايميل اللي انا المفروض اسجل بيه او اللي انا عايز اسجل بيه. اهم حاجة ان الايميل اللي هتسجل بيه يكون هو نفس الايميل اللي متفعل عليه اليوتيوب. انتظر اللحظات. بعد ما تم الاشتراك، دي واجهة البرنامج. هنخش هنا على كسب العملة. بالنسبة لشراء عملة وشراء رسائل والشراك الذهبي، الثلاث حاجات دول عشان يعني تشتري عملة او شراء رسائل او شراك ذهبي، دول مقابل دولارات، فطبعا مش هنتكلم فيها. احنا عايزين نتكلم عن يعني الحتة المجانية في البرنامج. هنتكلم عن دعوه الاصدقاء. نضح لنا دعوه الاصدقاء. هنا هنلاقي رابط. الرابط ده من خلاله انا الرابط ده لو بعته لاي صديق وهو حمل البرنامج من على طريق متجر بلاي عن طريقي، انا هاخد 1000 عمله وهو هياخد 1000 عمله، وانا هتكلم عن العملات دي بتعمل ايه بعد كده. هنا شاهد الاعلانات، هنا مراجعه الاشتراكات، هنا استرداد مكافاه التثبيت او التحميل. هنخش هنا على مشاهده الفيديوهات اللي انا من خلالها بعرف اجيب عملات. هنا مديني على اليمين هنا 47 ثواني و36 عملة على الشمال، هنا تشغيل وهنا عرض المزيد. لو انا قلت له هنا تشغيل هانتظر 47 ثانية عشان اخد مقابلهم 36 عملة. اقول له تشغيل، هيحولني على صفحة اليوتيوب. هنا انا لازم اتفرج للفيديو للنهاية، ما اعرفش ان انا اوقفه او اعمل لايك او اعمل اشتراك او اكتب تعليق او اعمل اي حاجه خالص. شوف انا لما اجي اعمل اي حاجه يقول لي يرجى الانتهاء من مشاهده الفيديو قبل الاشتراك في هذه القناه. هننتظر لحظات. هنا قال لي تم استلام العملة. بالنسبة لهنا الاشتراكات، انا دي كلها قنوات. القنوات ديت انا لو اشتركت فيها ما ينفعش ان انا الغي الاشتراك، لان في حين ان انا لو لغيت الاشتراك من هنا من يعني انا اشتركت دلوقتي في قناة، لو انا جيت لغيت القناة ديت، لو لغيت الاشتراك بتاع القناة ديت، هنا هيحصل مشكلة ان البرنامج عندي هيقف والمشتركين اللي عندي كمان هيتلغوا. فانا يعني ايه ما برجحش دي قوي يعني، فانا يعني خلينا على الاعلانات بس. طب انا بقى في الاخر يعني من الاعلانات لما بجمع عمله، العمله دي هستخدمها فين بعد كده؟ هستخدمها في ايه بعد كده؟ بخش هنا تمام عشان اعمل حمله للقناه بتاعتي. اتك علامه الزائد. هنا بيقول لي اختار نوع الحمله اللي انت عايزها. هنا الحصول على مشاهدات للفيديو، احصل على المشتركين والمعجبين بقناتك او ارسل رساله. لو قلنا مثلا الحصول على مشاهدات الفيديو، هقول له اختار. هنا بيقول لي ادخل رابط الفيديو هنا. هنجيب رابط الفيديو ازاي؟ هننزل هنا تحت كده، خش على اليوتيوب. خش على القناه بتاعتك. هتشوف الفيديوهات بتاعتك اللي انت عايزها، مثلا سي هو الفيديو دوت. هقول له مشاركه، هقول له نسخ الرابط، وبعدين هرجع تاني للبرنامج واقول له نسخ الرابط هنا لصق، واقول له اضافه. هنا جاب الفيديو بتاعي واداني هنا عدد المشاهدات والوقت المطلوب بالثانيه والحساب الذهبي تخفيض 10% طبعا لو انت مشترك على الحساب الذهبي اللي احنا اتكلمنا عنه الاول. وهنا اجمالي العمله، يعني انا عشان هو يعمل لي المشاهدات 50 والوقت المطلوب 60 ثانيه، يعني كل واحد شخص من 50 يتفرج على الفيديو 60 ثانيه، هيبقى ده باجمالي العمله 3000.
انا اجمالي العمله معايا كام؟ 3942. يعني انا كل ما بحقق مشاهدات من الاعلانات العمله دي بتزيد حسب وقت الفيديو، العمله دي بتزيد عن طريق العمله دي. العمله دي هي اللي بتتخصم هنا، لو قلت له تم هيعمل لي حمله، تمام؟ اللي هي زي كده، زي دي. بعد ما الحمله بتنتهي هنا بيقول لي وقت الانشاء، تم انشاء الحمله دي في الوقت دوت، ووقت الانتهاء. ودي الناس اللي اشتركت معايا في الحلقة.